طاس وقدودات بهري طويقيان اقدود بهري زين غمسونا مناخ الجمهور بهري زين غمسو مضال الجمهور زلال. تبارك الله عليكم، بصراحه بكثرت ما استمتعنا وعشنا اجواء رائعه معكم هنا ومع الفنانين الكبار اللي دازوا في المنصة. ما قدرتش نقول لكم بلي راه هي اخر فقره معنا اليوم والله. اذا سيداتي وسادتي غنتقلوا لون غنائي اخر، غنتقلوا لون غنائي الشعبي، غنادي وعلى فنان كبير حجرته ثقيله يعتبر من بين ابرز الفنانين الشعبيين في المغرب. قدر انه يدير البصمه ديالو في مجال الاغاني الشعبيه المغربيه. تفضل. موهبته اداء الفريد، هو فنان اللي كيحمل في صوته ونغماته عبق التراث المغربي الاصيل، ونجح كذلك في مزج بين الماضي والحاضر باسلوب خاص اللي يقدر ياسر به القلوب. واش كاينين معنا انا محبين شعبي؟ ما سمعت والو. كاينين محبين شعبي؟ لا بغيت عاود تما خديجه يتما دي تما راه نسبرك سما صورة زور يسكر انت غراس ترسيس لينا في الاغنيه المغربيه الشبابيه لكن هذا سما خيتري انزوري تا مغربي تغلاون الشبي دماس الهيطة انا زوري تويسان غماسون مرناغ دماس او مضالة لكن هذا سنيخ انتان تلادار تقايت ورغ اغرني خالحنجرة الذهبية اي تما دي تما كدودو زينا لرانس برك. سيداتي وسادتي نستقبل نحن وإياكم تحت فقدكم الحارة بالفنان وليد الرحماني. Yeah.
10 على 10. هادو بنا ناعسين شوية، هادو بنا نجي ناعسين صراحة. يلا شوفوا. Yeah.
شوية كاين الخوات عندنا كاين الموالنا نشطحوا ولكن بالعقل باش نبقاو مكملين نشطحوا بالعقل باش نبقاو مكملين داكور كاين الخوات عندنا هنا كاين موالنا شوف واش ناصطين ولا ما ناصطينش وبغيتو نبقاو مطولين دونك خاصنا نمشيو ضريبة ضريبة نشطحوا القيس يلا كلشي يقول معايا اشكاين ودك العبارة